وفي آخر التطورات المتعلقة بالمتحول الجديد أوميكرون، سجلت بريطانيا 86 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 246. كما أعلنت فرنسا أن عدد إصابات أوميكرون وصل إلى 12، فيما أعربت الدنمارك عن قلقها بعد تسجيل 183 إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد. تزامنا مع ذلك، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن سلالة أوميكرون تنتشر في 15 ولاية. مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قررت من جانبها إلغاء الاحتفالات التي اعتادت تنظيمها لاستقبال السنة الجديدة، وذلك بسبب رصد المتحور في البرازيل. وفي المكسيك أعلنت السلطات أنها تعتزم البدء بحملة تلقيح لإعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن في الأيام المقبلة، وذلك بعد اكتشاف أول إصابة بالمتحور أوميكرون في البلاد. أما تشيلي فأعلنت أنها رصدت أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 من شهر نوفمبر الماضي. والآن ننتقل مشاهدينا إلى آخر مستجدات كورونا في السعودية وأعداد الإصابات وحالة التعافي والوفيات المسجلة هناك اليوم.